اهلا وسهلا مشاهدين قناه انفاس تي في. اليوم غادي نخرجوا الشارع المغربي ونشولوا المواطنين المغاربه. قال لك في 2050 غتولي المراه تخطب الراجل. واش تعرفوا اكثر المتابع اجوا معنا جيب. 2050 غتولي المراه تخطب الراجل، اش بالك فهادشي؟ راه ماشي حتى 2050، راه من دابا كاينه. ياك دابا كاينه، دابا كنشوفوا حالات بحال هكا. ياك حالات ان المراه تخطب الراجل. عادي عاوتاني عادي. ياك كيقول لك لا الراجل اللي خاصو يخطب. لا عادي، ما كيكون حب هذا. كيكون حب تبارك الله. كيكون حب يعني ماتش. عادي عادي. الدريه تجي تخطب الراجل. هو يقول لها خاصني نكمل قرايتي. لا عاوتاني ماشي بحال هكاك، ما نقولش ماشي بحال هكاك. عادي طلب منه الزواج. طلب منه الزواج اذا كان على الحب. اذا كان على الحب. انت طالب من شي وحده الزواج وهي طالبه. ولا طالبين. طالبين بجوز. ياك. عادي يعني. شو مسألة عادية. وشي الزوجة ديالك مستقبلية اش تبغي تقول لها من هاد الميضة؟ باقي ما عرفتهاش بعدا و ما عرفت شنو نقول لها. قول لها جي خطبيني راه غيدي. جي خطبيني دغيا جي. جي راه طالبين فيه الخطاب دغيا. طالبين تبارك الله. وهذا سؤال شوية عميق السؤال. ياك. عميق شوية السؤال. لا بحال والو. بحال والو اش بالك؟ بحال والو. عندي خويا واحد الساطف بحال والو تجي تخطبني. تجي تخطبك. شنو سميتها دابا؟ سميتها بهيجة. تحية لالا بهيجة. شنو تبغي تقول لها دابا؟ قدام الكاميرا. أولا سير اسمع لي في النيش. اش بيني وبينك؟ إلا خطباتك تكون أنت مريح وتجي تخطبك وتجيب دقر مراكش ياو. ضروري. زوينة. لا زوينة مزيانة. اش بالك فهادشي مثلا تكون مريح تجي شي درية مرا خطيبتك تجي تخطبك من داركم. عادي الا جيت عندك فحال ما هكا وتفاهمتوا هي عجباتك وتعجبتها عادي ما فوار. الله يكمل بالخير. طبيعه الحال شنو كيبان لي راني تفعل هذا المره يمكن تخطب الراجل. تخطب الراجل. تخطب الراجل وتديه. وتديه كاع. تديه ما تخلي فيه والو. ياك. اجي عيب. المراه تولي تخطب الراجل. ايه فعلا. هذا الوالد ديالك. الوالد ديالي. وانت اللي خطبتي المراه ولا المراه هي خطبتك؟ الحمد لله الراجل كيبقى راجل. دابا خاصك تكون 2060 ديما راجل. ولكن اش بالك فهاد المراه تولي تخطب الراجل؟ زوينه ولا؟ لا خايبه. كتنقص من الراجل. خايبه. باش خايبه؟ كتنقص. ان المراه خاصها تكون محترمه ومحتشمه. كاين. فعلا. الاحترام هو المراه معترف عليها الاحترام. معترف عليها القدوه. وفعلا ما نقلوش من الاحترام ديالها لان المراه كتبقى ديما مراه محترمه ومزيانه. حنا كنقدروا المراه المغربيه والمراه المسلمه جميعا. تحيه للمراه المغربيه. تحيه للمراه المغربيه وتحيه للمراه كاع كاملين. قال لك مراه وقاده. مراه وقاده. الله اعلم. اش بالك في هذا الشيء؟ خويا. لا ما كايناش هذه القضيه هذه كاع. متى الا كانت شنو؟ والله اعلم ما نقدرش نقول لك. الله اعلم. من هنا لتما يا ولي من هنا لتما يحن الله سبحانه وتعالى. تكون مريح حتى تخطبك شي دريه تعطيك 10 مليون صداقه اش بغيت؟ من علامات الساعه القضيه هذه. لا كل واحد بكرامته. المراه عندها كرامتها والراجل عنده كرامته. هذا الشيء اللي كاين. كاين زعما ما يمكنش. لا ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ حتى في الدين ديالنا ما يمكنش. ما يمكنش. وبحال بحال. لا هو بحال ولكن ما في التقاليد وفي الاعراق ديالنا ما كاينش هذه القضيه ديال ان المراه تمشي تخطب الراجل. ما كايناش. الراجل هو خاصو يمشي يخطب. هو اللي خاصو يخطب. هادو هما التقاليد وهادو هما العادات ديالنا وهذا هو الدين الاسلامي. انت من تزوجتي انت اللي خطبتي المراه. انا اللي خطبت وباقي على العادات والتقاليد. يمكن انا نشوفه جو بونس. ولكن هاد الدول العربيه ما يمكنش يصرا فيها هذا الشيء. ما يمكنش يصرا فيها هذا الشيء. المراه تخبط بالراجل ما يمكنش. علاش ما يمكنش؟ ما يمكنش حاجه. مريح وتجي شي المراه تبارك الله اش كدير بالزين وتخطبك وتعطيك 8 مليون صداقه اش بغيت؟ اي انا داك الشيء اللي بغينا. ولكن في الدول الاسلاميه العربيه ما يمكنش. لا يمكن. محرم. لا يمكن. محرم. لا يمكن. لا وجه ماذا. لا يمكن. لا 2050 ولا 2080. ياك. ما يمكنش في الدول العربيه. ما يمكنش. حنا تابعين الشريعه الاسلاميه تقول باللي الراجل هو اللي يخطب المراه.